السلام عليكم أيها الحرفيين، أيها الشباب، أيها المهنيين. رمضان مبارك سعيد للجميع. اليوم عندي هاد لاباراي، هادي بالضبط اللي كتشوفو، عندي راه أسبيراتور ديال طابي، كتكون في مساجد أولا في البيوت الكبيرة. بالنسبة راه كتستعمل هاد لاباراي، كتحتاج في النيتواياج ديال طابي، وبعض الناس كيستعملوها في حالات خاصة بحال الإدارات، بحال هادشي كيتحتاجو. دابا هادي راه أمبان جاتني، عجبوها لي شي ناس، كلا جابوها من شي مسجد ولا شي حاجة. انت راه فاهم، دابا راه الوجه ديالها تحتاني لي كيكون من هنا، راه فيه راني عاد غنجيبو. دابا غنشوف شنو واقع فيها. بعدا هي غنقطع لها انت تا الكاب، معندهاش تا الكاب، راه قطعو لها ديال الضو. عندنا هنا البوطو مارشاري، هي هادي. دابا غادي نشوفوها ونجربو ان شاء الله، نحاولو نفكوها. بعدا هي الاولى، بسم الله السميع العليم. الفيديو راه جاب والله دابا في هاد الساعة. كنتمنى من الله باش ينال الإعجاب ديالكم إن شاء الله، ويستافد كل شيء. المهم راه غادي يكون طويل شوية على حساب السوايع، الله يجزيكم بخير. حتى لا ما بغيتوش تفرجوا فيه كامل، تلقوه لنا غير يخدم بعدا، سنكملو به السوايع شويه ان شاء الله. راه حنا واقفين غادي ندير بارتي ديال الانتربتور، هي هادي انت كتشوفها. ديري فا هنا لونطري صورتي بارتي ديال لي دومينو. دابا خصنا نشوفو كيفاش وقع فيها هاد لاباري، علاش مخداماش، شنو هو السبب. ندورو لها الضو ديال لين دونبري، هذا الكابل اللي كان مقطع لها انا حيدتو. خلنا غير لي نوضري هادي، سنعبرو الموتور مزيان. Thank you.
الانتربتور راه مزيان. الدكتور كتعطي نورمال. خلينا نشوفوها من تحت جهة اخرى. هذا لين هذه كتدخل فيها 220، هذا هنا فاز كيدوز هنا كيخرج كيدير روتور عند الموتور، وهنا النوتر كيدخل كيمشي للانتربتور. هذا الانتربتور فيها دو بيبولار، فيها دو بول ماشي ان سو بول، فيها شي اونطري سورتي، فيها لونطري ديال الفاز ولونطري ديال النوتر، وفيها دو سورتي او ميم طون كيخرجوا لنا لهنا كيمشي ديريكتومون عند الموتور. دابا نشوفو هاد الموتور هذا شنو واقع فيه. حنا دابا مابقاش عندي انا شنو نقولو انا الضوء هو داير هكا ما عاجبنيش. هذا خصكم تعرفو شنو هو، هذا دار هو، هذا هو لاسبيراتور بالضبط. هي هاد البلاصة ملي كيبقى هنا الموتور مكيديرها مارش، هذا مكيرصاش، هذا كيبقى يطلع ويهبط، كيبقى يمشي ويجي. علاش؟ لان لو بقى لاصق هكا ما غاديش يمص، ولكن ما يكونش لاسبيراسيون، ولكن لو مشى حدو كيديرها مارش وهذه كتهبط، كتهبط في البلاصه ديالها بالضبط. ها انت حدي ها هي هبطت شتي هكا غادي تهبط هكا. عاوتاني اون فوا كان كيديماري هو كتولي ترجع، هو كيديماري الموتور، وهذا هو الفلتر بالضبط ديال 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 الجروب. هذا كيتسمى ان كلابي، هذا كلابي ديال الروتور اللي كنعتبروها حنا في حوايج اخرين، ولكن هذا راه كلابي بالنسبه لهنا اللي فلتر. هذا هو كلابي ديال الروتور. علاش ما خصهاش تدخلنا الغبره هنا وكتعمر هنا اون مون طون في هاد البوبيل اللي غتكون هنا؟ هاد البوبيل اللي غتكون دايره هنا دابا نجيبها بالكروت ديالها اللي لاسبيراتور هنا. هذا هو الفلتر، هذا كيبقى شويجي ستان كلابي، هذيك كلابي بالكل. دابا نشوف بعدا واش يقدر يدير معاها مارش ولا لا، نشوف شنو واقع فيها. عاد نركبو لها كابلاج ديالنا هنا و نتمناهم الله يكون الخير. راه طريف الكابلا هو هنا هنا هنا، نجيب واحد الطريف الكابلا هو انا كبرت لها. هذا راني عاد لقيتو، غادي نمونطي لها. هذا النتر، هذا الفاز، هانتو هذا فاز، هذا نوتر، وهذا لا ميزالاتير. مكلكش تركب هذا لان راه عنده بلاصتو تا هو لا ميزالاتير. عندنا لا ميزالاتير هو كاين، هاي ها هو لا ميزالاتير، هو هذا، هادي بلاصة ميزالاتير، وهنا هنا الفاز وهنا النوتر. شو على زولو ها ما كنتش ومقطع فيها الكابل. تبدا تشوف مش انا علاش قطعوا الكابل. الكابل راه ماشي ديالها اللي كان مونطيلها، انا راه ديالي.
هو كثرت الهضره بلا عندنا ما علاش نبقاو غير جالسين كنهضروا. انتم كتشوفوا الخدمه وصافي، انا ما عندي علاش غنهضر. الصناعه راه صافي، راه شرحنا لكم في الاول بركه، دابا خصنا غير نشوفوا حنا كنديروا المسائل اللي على الاساس حنا كنصوبوها ان شاء الله. شوف توا واش هاد الكابل مزيان ولا ما مزيانش. شوي شي لاماس، انت في شي لاماس عجبنا. كي دايره بالوسخ من الداخل هو الاول كرفصه الشكاره دايره.
نضرونشي وشوفو واش خدام هادشي. الرونج عاوتاني نشوف توا شحال هادي ما خدم. فوالا ما عطاتش، نشوف شنو السبب. شنو واش الرونج واصل فيه الضو ولا لا؟ كهرباء ما جايش. اذا من الرونج تاع الرونج راه اون بوان دو نشوف هاد الرونج شنو واقع فيه، علاش ما جابش الكهرباء حتى هو سامح لي. كنا نصوبو راه مي كنا ساولين نصوبو تاع الرونج كلشي راه واقف اون بوان. قبل نحلو خصنا نعبرو واش كيوصل. ها رونج نشوف شنو واقع فيه تا هو عاوتاني. الحمد لله الصناعة كاينة، دغيا كنقلبو في حاجة ماشي حنا نجيبو عاد شي واحد يوريناه. كيكون عنده مشكل هو اللي مكيكونش ولد الميدان، مالا كنتي صناعي معندكش مشكل. ما كتوحش في هاد المسائل. وصل واحد واحد ما وصلش. ها البريز كي كيديرو تعبر، هما هادي الطريقة ديال البريز باش كيتعبر. هادو عندنا جوج ديال لي دخول لي كاينين هنا، هادو جوج تقوبات لي كاينين هنا. كتاخد واحد من هنا كدخل فيهم بالميتريكس بجوج مثلا، دخل فيهم بجوج هكا لأنه ميدخلكش شي واحد، و كتمشي هنا و كتعبر هاد البورن هدا. دابا هدا هاد الجهة راه جهة مزيانة، عرفتوني هاد البلاصة هدا في الجهة لخرى لوطخ تخو في التقوبة التانية. فيتها برا لوطر بون فوالا. اذا عندي هنايا موفي كونتاك هو غادي تطلق هاد
رالونج نقيت لو ديفو فيها بتي كونتاك موفي كونتاك هو هنا دوك السبب علاش ندوز الضو ننزل نصيرو هذا راهم شوية ترخفو وصافي وغادي يولي نورمال نستقبل نزيرو جدو وكاين حتى هذا المشكل هذا هو هنا شتي اول كافي مضروب هنا كاين واحد الضربه غنوصلكم على شي حاجه في هاد الرونج راه شحال الناس ما كيعرفوش شنو هو الرونج هاد الرونج غادي نشرح لكم عليه واحد شويه دابا انا عطيتكم واحد المعلومات مهمه طبعا عبرو انا غادي نولي نهضر لكم على هذا الرونج دابا تعرفوا شنو هو هذا الرونج وشنو هما الحوايج اللي ممكن لك تخدمهم فيه وكي الطريقه تخدم به وفوقاش ممكن لك تخدم به راه شي حوايج انا نعطيكم ان سكري على هذا الرونجات راه عندهم كلشي عنده لي رونج بحال هذا الدار بحال هذا الشكل هذا عندهم ولكن راه ما تعرفوش كاين اللي ما كيعرفش يستعملوه وكيزقو معطوبين انا غادي نعطيكم فكره اللي ما عمركم تنوها كاع شي واحد يعطيها لكم ولكن الحمد لله راه حنا على الكورون وصل شتيه اوصل 236 فولت برمي بريز دوزيام بريز تا هو 206 هذا تخواز بريز 236 اذا الضوء الكورون او وصل لعندنا لهنا انا غادي نجيب واحد الشوار هذا راه غير شوارع عرفتو علاش ندير قوام شوية ندير قوام ديال الشي الخدم هذا الماكلة ديال الشي انا غادي نحاول نديماري هاد لاباري هاد لاسبيراتور
بهذا الرونج، وغنشرح لكم على هذا الرونج باش حوايج خاصين خصكم تعرفوهم. اي واحد خصو يعرف هذا الشيء. راه ما يعطيكم الصناعيه هذا السر، ولكن غادي نعطيه لكم انا باش لوجه الله تعالى. بحال الناس كيهزو هاد لي رونج وكيبداو يخدمو مكيعرفوش شنو غيوقع فيهم. ونشرح لهم شنو هو هاد الرونج، شنو معنى هاد الرونج. غنشرح لهم شنو هو الدور ديالو وكيفاش كيتكري هذاك الشيء. ومن دابا غادي نجرب بعدا هادي اللي قلت لكم، شوف الا خدمت لي عاد نمشيو نهضرو على حاجه اخرى باش نولي عاد نجمعها ان شاء الله. فاش واش راه عمر شوف هذا بسم الله. هذه لاسبيراتور كانت غادي تمشي لي طرما في البوبيل، هذه راه بالنسبه ليهم زباله. احنا قضيناها امارش هذا. نجيب لكم القوام ديالها ونجمعها بعدا وعاد نهضر لكم على هذا الرونج. دابا دار سامارش، هذا هو الهدف ديالي انني نضعها عاد غادي نناقش معاكم هذا الرونج ان شاء الله. جمعها غير بلاصتها كي كانت، لا عرفنا لها العيب اللي فيها. هذاك الناس دابا هملوها على هكا، فيها غير حويجات بساط، راه تيخصهم غير كان فيها موفي كونتاك هملوها. الناس دابا كيكونوا في المساجد ولا شي حاجه ما كيديوهاش ديالهم، تيقولوش راه ما خصناش نضيعو ولا ما عندهم غرض، لان ماشي ديالو. كون ديالو غادي يحاول عليها ديالو عيد قدك، ما عندوش مشكل. لا اله الا الله وحده لا شريك، لا اله الا الله لا اله الا الله. لانستو اني بريسك ترميني قريبا، راح نقربنا نساليو. نعتذر اني عندي شويه الفرنسي، ما عنديش مع العربيه بزاف، ولكن كنت نشرح هاد الشي غير بالفرنسي، ولكن دابا الضروره كدعي تشرح به، لان كاين ناس مكيعرفوش اللغات. كنت نشرح له شويه بالعربيه احسن باش كيفهم.
كاين شي كلمات اللي مثلا عارفهمش كاع انا كاع بالعربية ومن الفرنسية، راه الناس نحاولو نترجموهم وصافي. هما دي مو تكنيك اصلا، الناس الغرب اللي مخرجين هاد الكلمات ماشي حنا. حنا غير بريكولور، انت ايش لما بريكولاج؟ يعني حنا دي ديبانر، حنا ما كنصنعوش، حنا كنحاولو نصلحو اذا كانت شي حاجة في الامكان. الحمد لله راه العلم طور شوية، مبقاش عمر كي كانت شحال هادي كاع مهمولة. الناس كانت الأمية شحال هادي، أما دابا الحمد لله راه كاين دراسة، كاين معاهد التكنولوجيا الحمد لله. سنخي يكون كاع قرا غير شوية وخد شوية الصنعة مزيان يولي مزيان مع الوقت تجربة. شركة دايرة طيحوها هذي، كانوا مهرسينها ما جابوها ليا، ما نشتغلش بعدا ولا طلعت عادي ممكن لي هادشي راه نقدرو نديبانيهم فيه نصلحوها حتى من وجهها، متبقاش مهرسة هكا قلبو على نوطر كوبير بحال هذا. شي وحدة أخرى دابا المهم غادي نكملو مطرماش وجدت بانو كما كان الحال اشترى غير من القفاتين، القفاتين ما يعجبها لكن جدت بانو بيها الغبرة. دابا جمعناها شنو ندير، بسم الله بقالنا غير ندوها لبلاي الصالح ونجمعوها في داك، لان عندها واحد البوبيل ديالها كدار من تحت هنا، هنا عندها البوبيل، هنا كتدخل هادي في واحد البوبيل بالضبط، هادي هادي كومبلي كتركب، هادي اللي كتشوفو هنا راه كتركب في البوبيل. هنا كاين الفلتر راه كيطيح في واحد البلاصة، راه عندها واحد الفلتر ديال التوب، ايوا راه نيبتكم هادي راه كلابي ديال الوتور، راه الا بشهادة مكانش راه متخدم لك حتى حاجة، يعني تقدر تمص تدخل لها الغبرة لداخل تخنق مشات. انا ضروري خصو يكون فيها هاد الفلتر هاد الكلابي. المهم هادي راه دابا امرش، دابا غادي نهضر لكم على الرولونج. هاد الرولونج صنتو معايا اسمعو مزيان، راه كاين شي اسرار اللي ما كيعرفهم حتى واحد قليل. كاين صناعية وما يعرف شنو هو هاد الرولونج وشنو علاش، فوقاش كيمكن يكون مزيان فوقاش يكون ما مزيانش. هاد الرولونج كنهضرو عليه سيفون لا سيكسيون دو كابل، هذا الكابل، هاد الكابل كيبدا من 0.75 حتى الماكسيموم ديال 2 × 6 الغليظ، كعاد الغليظ باش كيخدمو شي حوايج بوستات كبار، ولكن حنا ما كنهضرش على هادشي. هاد الرولمو اللي داير هكا، هاد الدورة اللي كندورها هي، تصور بأن الكار شنو هاد الكابل هذا شنو كيدير ملي كيولي هكا. دابا الكابل هو مجموع، هو داير هكا، شوفوا فيا مزيان، هاد الكابل راه راكب لداخل، إن فوا كنركبوه في الضو كنمشيو نبلاصيوه في الكار ونمشيو نخدمو به. مثلا غادي نخدمو به إن بيرسوز، غنهزو واحد بيرسوز ونبداو نتقبو في واحد الحيط. كتعرفو شنو كيوقع في هاد الرالونج؟ هاد الرالونج كيولي بوبينا، ستين بوبين،
هاد لابومي شنو كدير؟ كتكري واحد لوشون داخل، وداك لوشون شنو كيدير؟ محطك انت كتزيد في لابريسيون باش تخدم، وهو الكابل كيشد كتسخن، كتبقى عندي انسير شارج. علاش غنبقى على انسير شارج؟ لانه مرولي داير هكا. شتي هاد الكابل تيخصكم نورمالمون اي واحد بغا يخدم به، واخا يخرب به غير بعض البولات، خصو يتحل ديفينيتيف هكا، خصو يخرج الكابل، خصو يخرج كومبلي من فوسط الرالونج. علاش؟ باش ما يوقعش هادي يصير شارج، لان الكابل كتوقع عليه يصير شارج انا بورت كاتشوز، واخا تكون شي حاجه ضعيفه. لان شنو؟ كي واحد الوقت كيبقى محدك انت خدام به، وبخصوص الا كنتي غتخدم به بوست سودور، شي بوست سودور مثلا ولا شي حاجه، الناس شحال من واحد تيخليهم طوي هكا مجموع، هكا مجموع رالونج، وهو مركب غير طريف وكاس كيسودي، بحال دابا مركب غير هاد الطريف هذا وخدام كيسودي، وما عارفش بلي راه هاد الكابل هذا راه كتشعل فيه العافيه من الداخل، هذا راه كيتحرق داك الساعه، ما حدك انت كتسودي وهذا مجموع هكا وهو كيسخن، وبالتالي ما يبقاش يقطع، تيقطع عليك البوست. تقول مال البوست؟ شنو هو السبب علاش وقف لي البوست؟ البوست راه ما كيوقفش راسو، البوست راه عنده ترموستا، هنا ما عندناش ترموستا، ici on a pas de thermostat. Mais dans les postes ou les génératrices ou n'importe quel objet, il y a un thermostat. Par contre ici, il n'y a pas de thermostat. C'est un câble qui est souple ou rigide ou n'importe quoi. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le laisser rouler. Il faut le laisser mobile, comme ça, mobile. Si le câble est comme ça, alors il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer un peu en arabe et un peu en français. Et c'est ce qui est dans le monde. Vous avez compris, cette prise, vous avez compris. Vous avez compris que vous avez 3, 4, 5, ne vous laissez pas une équipe. Vous essayez de faire le câble. Vous essayez de faire le câble à ce que vous faites. Vous laissez un peu. شي لا بقات واحد السباس صغيره ديال رولمون ماشي مشكل، ولكن لا بقى كله وخدمتي راه بقى واحد السير شارج، خصوص خدمتي بيرسوس عقلو بوست سودور. غادي تخدم شي قاعات الحفلات مثلا، كاين شي وحدين تيديرو في قاعات الحفلات كيخدم بها 64 بروجيكتورات، تيوقع عندهم السير شارج تيطفى عليهم الضو ولا كيضعف. شنو معناتها يضعف؟ يعني ان شي دو طونسيون كتوقع في وسط داك الكاب، هنا كيبقى هذا بوبين كتمشي، هذا ما كيبقاش كابل كيولي بوبين. وما تنساوناش من لايك ولي زابون، جزاكم الله خيرا. هادشي الله يجازيكم بخير، هذا الموضوع راه كان شويه طويل، وحاولوا تفرجوا في هذا تشاهدوا لنا هذا الفيديو. علاش؟ على السويعه تعاونونا، وحنا اللي علينا راه حنا كنديروه معاكم، وجزاكم الله خيرا، ورمضان كريم للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دابا هذا هو الفلتر ديالها، ديك لاباري اللي حيتنا صلحنا دابا، هذا هو الفلتر ديالها، هانتوما كتشوفو بالضبط، وهذا هذا الجوان ديالو اللي تيكون داير، هو الجوان اللي كتبدا تطيح فيه ديك لاباري. ديك لاباري مكليش نركبها دابا، راني كنصلح لها شي حويجات، كنصوب لها داك البلاستيك اللي مهرس هنا، البوبيل كيدخل فيها، هادي لا بوبيل هي هادي بالضبط، هانتوما كتشوفوها. هذا لونطري ديال الريح، هذا البلوط، هذا التيو ديالها بالضبط، هذا التيو اللي كنخدمو بيه، كنمشيو كنمصو بيه الأرضية ولا الزربية ولا شي حاجة، كنمصو بحال هكا، إوا خصو كنقيو الزربية وداك الشي عاد كنمونطيوه، فهمتي؟ كنوليو كنخوو هاد البوبيل مرة مرة، وهذا الفلتر اللي عليه الأساس هو هذا، هاد الفلتر راه عندو القطار، هو الأساس هذا اللي راني كنبلاصيه بلاصتو. كي غادي تبورط هداك الراس لي راني حيد بالكلابي ديالو، إوا هدا مكاين في الموضة دابا حديد، إوا مزال لي واحد النقطة غادي نوريكم شي حويجات. هنا راه عندي واحد جوج ديال الموتورات، هدا غادي نصوبهم، فهمتي؟ الموتورات ديال واحد ديزل، هدا موتور جروب إلكتروجين. ها هو ديال 220 راه عاد وصلني، غادي نصلحو ان شاء الله. المارك ياماها هذا، ومن تحت منو كاين واحد البومبا ديال اسبيراتور ديال الماء، كيجبد لنا لي فوس، ها
هل تحتاني؟ هذيك الثانية راها ديزل غازوال، وهذا الموتور هذا جروب الكتروجين تيخدمنا ليسونس. علاش ليسونس؟ لان عنده الفلترات، الفلترات اللي كيبين لك بلي راه عنده راه خدام، عنده كاربيراتور ماشي بحال الجروب الكتروجين الاخر لي غازوال اللي كنا اللي شفتو هذاك 380، ولكن هذا غير 220، هذا فيه غير مانيفيل. هذا يمكن لك ديماري، عنده جيناتريس هو ديرو من هنا. المهم رانا تنصلحو ان شاء الله، هذا غادي نوريكم. وبالنسبة لهاد البومبة التحتانية حالة أخرى، هادي راه كيخدموها في لي فوس بحال دابا، بغاو يجبدو شي ما مشي بومبة كبير شي بير ولا شي حاجة، كيدخلو تيوات كيهبطوهم وكيجرو الما منو ولا يدفعه السقا، ولا كيخدمو في لي فوس ديال لي زاتولي مثلا كيهبطلهم الما ولا الزيت. يو هنا هادي البلاصه اللي غادي نخدمو فيها هادشي بالضبط اللي كتشوف، يا من نار عندي هنا واحد، عندي واحد البومباي ترى، عندي واحد كاشيرة كيسموهم كاشيرات دايرة في إطار الإصلاح، هي عندي هنا الكاشيرة كم تعرفوها، مع عدد البومبات كبار، عندهم موتورات كبار ديرهم بويسون على حساب لا بريسيون. هاهو هادي راه عندي في الإصلاح، هنا عندي واحد الموتور هو إلكتريك أسينكرون، هدا ديال واحد البومبا د المازوط، ديال بومبا د المازوط راها ريفورم هي كتشوفوها، الموتور ديالها مازال مزيان، هاهو راني ليه تنخدمو، السيبور ديالو كلشي لو باقي مزيان. ايوا حنا غادي معكم تدريجيا كنوريكم الحويجات اللي عليهم اساس هما كيستافدو والناس كتستافد. ايوا لا اله الا الله، غادي نشوف هاد جروب كراه داير واش مقيوس ولا البومبا راه شي شويه واكلها، ولكن غادي نحاولو نحيدو منها غير البياس نيسيسار لي صالحنا، البياسات لي صالحنا كلهم غادي نحيدو منها ونبداو نخدموهم بجهة اخرى. وهذا ما كاين في الموضوع، والله ما يسر ولا تعسر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.